علموا بناتكم هذه الأمور. 1- ضعي يدك على صدرك عندما تريدين التقاط شيئا عن الأرض من باب الستر لنفسك. 2- لا تضعي قدما فوق قدم أمام الرجال أبدا، من باب الأدب أفضل، واجلسي وأقدامك قريبة من بعضها. 3- لا تصعد السلم ومن خلفك رجل، بل قفي على زاوية واصعدي بعده. 4- لا تركبي المصعد مع رجل غريب، انتظري خروجه ثم اصعدي بعده. 5- ابتسمي بهدوء ولا تضحكين بصوت مرتفع. 6- لا تصافحي بيدك ابن عمك أو ابن خالتك أو أي ولد حتى لو كان صغيرا. صلي على محمد. 7- اجعلي دائما مسافة كافية بينك وبين أي شخص تتحدثين معه. 8- دائما اجعلي هناك حدود في التعامل مع أي شخص مهما كانت قرابته، واحفظي وقارك. 9- لا تمزحي مع صديقاتك في الشارع، واحفظي أدب الطريق. 10- انتبهي عند دخول الناس على مكان وجودك، وقفي احتراما للكبير، واجلسي على كرسيك المتعب وكبير السن. 11- تجنبي إرسال ابنتك إلى المحلات بلباس مكشوف، ونبهيه عن عدم التقرب من البائع أو البقاء مدة طويلة في المحل. 12- الرجال في الشارع غرباء من غير الأب، فلا يجب التحدث لأحد، فهناك مرضى نفسيا بالتحرش حتى لو كانوا أقرباء. 13- لما تنزلي لتحملي شيئا من الأرض أو أن تشاهدي شيئا ما في المحل أو السوق أو مكان عام، تجنبي وضعية الركوع، ومن الأفضل أن تنزلي جلوسا ثم تقفي حتى لا تظهري في وضعية محرجة ولا ينكشف جسمك من الخلف. 14- لا تسردي كل حياتك في الحافلة أو سيارة الأجرة، فالحيطان لها أذان، ولا ترفعي صوتك، واكتفي بالتسبيح بهدوء. 15- قد يرى البعض أن هذه السلوكيات اندثرت وانتهت، لكن دورنا أن نعيدها، فهي جزء أصيل من ديننا العظيم. إذا أتممت القراءة والمشاهدة فقم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.